أما أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، فالكتاب ده مليء بالخرافات، مليء بالخرافات والبدع والأمور التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. لكن يعني ينقل بعض علمانا أنه في آخر حياته رجع إلى السنة، لكن كذبه زي كتاب إحياء علوم الدين وغيره المسلم ما يقرأ. ودائما يستدل به أهل البدع، كتب دي دائما يستدل به أهل البدع وأهل الشرك.